صدام أبو عدي ريف دير الزور متزوج عندي 4 أولاد عندي محل اسمانة كنت أشتغل بمحل اسمانة في ريف دير الزور قضينا حوالي 3 سنوات تحت سيطرة التنظيم وخرجنا من شي 1/7/2017 تم فرض عملة التنظيم طبعا صار يعني طلعوا لنا قرار انه ممنوع التعامل بالسوري والدولار حصرا يعني ما في ممنوع التعامل غير بعملته احد زملائنا كمان صاحب محل اسمانه لقوه يتعامل صادروا كل شيء المصاري لقوها بالدرج يومه وعزروا ب30 جلدة امام محله قدام البشر يعني بمعنى انك انت قام تشتغل بعمله يعني عمله بلاد الكفر فحتى المواطن صار بده يروح يصرف من الصراف يشتري درهم يشتري دينار لحتى يجي يشتري من عندي فهون النقطة يعني يجينا المواطن يجيب مثلا يعطينا الدرهم عبارة عن دولارين طبعا التاجر ما بياخد التاجر ما بيقبلها التاجر عنده مسموح التاجر الكبير مسموح له يتعامل بالدولار حصرا لأنه هو اللي يجيب البضاعة من برا أما إحنا لا طبعا نروح على الصراف عبارة يقول لك يعطيك قيمتها يعني مثل ما نقول الخسارة علي وعليك يعني الدولارين دولار ونص فالفائدة هاي كلها تروح باتجاه التنظيم فيعني وارد مال بالنسبة له هنا وخسارة بالنسبة للمواطن طبعا الأمور الشخصية صاروا يتدخلوا فيها هنا على مستوى اللباس يعني لباسك أنت ممنوع بالنسبة للباس لباس صاحب المحل لازم يكون لباس محدد وهو هم حددوا وهو عبارة عن قلابية أو باكستانية حصرا قولا واحدا هذا كصاحب محل هنا أحيانا بيكون مثلا يكون عندك مثلا في المحل عندك زبون أو زبونين أو 3 مثلا وأذن الأذان ما لحقت تمشيهم خيو خلص الأذان وأنت لساعك رافع باب المحل فمروا هاي تتعرض كمان للعقوبة وهي إغلاق المحل هنا كمان مدة يومين 3 تشميع محل السبب الرئيسي هو الخروج هو عبارة عن الموضوع العملة فقدت يعني احنا بالنسبة نفقد موضوع يعني عملتنا بمعنى انه صار بمعنى التشليح يعني ومنطقة يعني صار مع صعب المعيش فيها من جميع النواحي من ناحية الأمن من ناحية الأمان من ناحية الخدمات من ناحية المواضيع هاي كلها صار صعب المعيشة معاهم هنا فاضطررنا للنزوح